حرصا من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على رؤية المشاريع النوعية والبرامج الحيوية التي تدفع بالمسيرة التنموية للبحرين النور. عملت اللجنة التنسيقية على وضع الخطط وتوفير كامل الدعم للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذها وفق أعلى المعايير، جعلة التنفيذ وفق الرؤى نص بعينيها في كافة أهدافها وخططها التي تتابعها بالتكامل مع كافة الجهات الحكومية. شركة بحرينية واعدة وجديدة في السوق المحلية استطاعت منذ تأسيسها في أبريل الماضي أن تحقق نجاحات متتالية وبخطوات ثابتة. انطلقت شركة مزاد تحت مظلة شركة ممتلكات القابضة في بداية عام 2017 لتكون الشركة المعنية بالتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في مملكة البحرين. شركة مزاد المعنية بالتنظيم والإشراف على عملية المزادات جاءت بفكرة ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تأسست تحت مظلة شركة ممتلكات. تجسد طبعاً الشركة رؤية البحرين 2030 من خلال مبادئها الثلاث اللي هما العدالة والتنافسية والاستدامة. الاستدامة من خلال المساهمة في رفع موارد الدولة، العدالة من خلال إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة، والتنافسية في خلق بيئة خصبة للاستثمار والابتكار في المملكة. تجربة بيع الأرقام المميزة وشبه المميزة تعتبر تجربة جديدة على مملكة البحرين، فهناك شريحة كبيرة من أهالي البحرين تعتبر الأرقام بالنسبة لها جزء من ثقافتها، فتحب الأرقام مو التسلسل. في الحكومة الموقرة شافت أن الإقبال بدأ يزيد على هاي النوع من الأرقام، فمن باب المساواة والعدل للجميع عدت هذا المشروع وتم طرحه وتم تنفيذه، ولله الحمد حقق نجاح كبير فاق التوقعات. باكورة عمل شركة مزاد كانت إدارة عملية المزاد العلني على الأرقام المميزة، وقد عملت حتى اليوم على تنظيم وإدارة 16 مزاداً علنياً وإلكترونياً للأرقام المميزة، وتمكنت الشركة من خلالها بضخ ما مقداره 4,100,000 دينار بحريني في الميزانية العامة للدولة. بعد النجاح اللي تحقق من عمليات البيع السابقة والرضا اللي حصلنا عليه وردود الأفعال الإيجابية اللي وردت الإدارة العامة للمرور، ستستمر الإدارة العامة بطرح مزيد من الأرقام للبيع. تدرس الشركة توسع في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة، ونقوم بدراسة المزادات الأخرى في القطاعات المختلفة حسب متطلبات السوق. اليوم شركة مزاد بدأت توسع عملياتها، حيث بدأت في إدارة وتنظيم بيع مشروع بوابة أمواج في المزاد العلني، وهذا التوسع يأتي ضمن الاستراتيجيات الموضوعة للشركة في إطار تخصصها في تنوع نشاطات الشركة في التنظيم والإدارة والإشراف على المزادات العلنية والإلكترونية التي تقام لأول مرة في مملكة البحرين.